اسمح لي اقول لك تعليق للمشاهدين. انا بلاحظ كل ما نقول ستوب تلحق بسرعه تاخد سيجاره تشرب نفسين سيجاره. ايوه ما فكرتش تقلع عن التدخين ابدا ابدا؟ تصوري الى هذا الحد خالص. انت بتحب تدخن خالص، ودي مساله انا عارف انها غلط ومش صح، بس في يعني غلطات عند الانسان بتبقى زي ما تكون طبع مش عارف يعمل فيه حاجه يعني. ولكن احيي فيك احترامك للمشاهدين وانك انت مش عايز تعلمهم العاده. لا لا لا، بس على فكره كمان انا في التمثيل لو انت تلاحظي ولا مره في اي شوط تلاقيني ماسك يعني قصدها قصد، بحس ان انا اخاف شاب بيتفرج او حد صغير يتمثلني ويعمل ده. انا لما كانوا بناتي ياخدوني وهم صغيرين في المدرسه عشان احضر مثلا يعني حفله حفله في المدرسه بتاعتهم، تقعد الحفله 4 ساعات تفضل متعذب وطبعا دقدقه وبتاع وصداع وابقى هتجنن على سجاره. انما اقعد 4 ساعات ممتنع من الاول بخش المدرسه لغايه ما اروح ما فيش ما دخلش سجاره، خوفا من ان حد صغير يشوفني وانا بشرب سجاره ويبقى مش عايز، لان انا عارف ان ده شيء غلط. الحقيقه انت شخصيه مثاليه. انا عايز اقول ان انا عارفه الحكايه دي. ايوه لان احنا اشتغلنا مع بعض مسلسل وسافرنا. ايوه يعني ما كناش قاعدين في مصر. لا فكنا عارفين ان احنا، وكان في الشتاء متذكره. أيوة. فعشان كده يعني عايز اقول ان انت كنت بطل في انك تمسك نفسك في حكايه في حكايه يعني اللي احس انها هتنقل لحد. لا لان يعني كفايه انا. منذ قليل احنا التقينا بحرم احمد راتب على الشاشه. كويس وواضح طبعا ان ما شاء الله الله اكبر امسك الخشب بدرجه الحب بينكم والتفاهم كبيره الى حد يعني عظيم. الحمد لله. ولكن معلومات برنامج ساعه صفا بتؤكد ان قد حدث يوم ما ولا يوما عشان انت شاطر في العربي حدث يوما ظرف هو يوما لازم حصل في يوم من الايام كده شيء عكر صفو هذه العلاقه، هل تذكر هذه الحادثه؟ لا يعني ما يعني احنا عندنا الفتانه الشاشه بتاعتنا بتقول كله ما بتسيبش حاجه. طيب تفكرني الشاشه عشان انت بس مش فاكر. لا ما هو اصله يعني حياه زوجيه يعني فيها كتير. زي ايه؟ بس انا دايما قول بدل ما اقول. لا والله ما افتكر. ليه؟ هقول لك. انا من النوع بس دي كانت ازمه ديناميت شديد. انا انسى الفترات اللي هي فيها يعني حاله عصيبه مجرد ما تخلص، لان انا بحب الحمد لله. بحب الروقان يعني. يعني انا شخصيه عصبيه فما بحبش مثيرات فما بصدق الفتره دي تخلص والحياه تبقى حلوه، فتلاقيني يعني بنسى كله ما شاء الله. وهو كتير اكيد يعني لان 26 سنه طبعا ده يعني يناير الجاي يبقى بقالي انا وهي 26 سنه ربنا يديم اكيد فيهم وقتك. حاجات كتير يعني ان شاء الله ده. بس اكيد فيهم حاجات كتير طبعا. لا في حاجه عاصفه جامده لا خلاص فكريني بيها بقى. طب نخش بقى على عاصفه الشاشه اتفضل. أحمد راتب الحقيقة هو كفنان وكزوج عنده صفتين مهمين جدا، الالتزام والإخلاص. عنده طبعا عيوب كبشر بس عيوبه في حدود المسموح. يعني أنا عشت معاه 26 سنة الحقيقة، يعني الحمد لله هو على بعضه إنسان الحمد لله كويس جدا، والعيوب زي ما قلنا في حدود المسموح. طبعا الإشاعات بتأثر على حياة الفنان، بس لازم يكون يعني هو ما لازم ما يكونش بيهمه قوي الموضوع الإشاعات ده، لأنه يعني لازم يفضل ماشي في مسيرته صح، ما يهتمش قوي بموضوع الإشاعات. ولازم اللي معشرينه برضو ما يهتموش قوي بموضوع الإشاعات ده، لأنه ممكن يعني يتعبهم جدا. فانا عن نفسي اتاثرت بالمره باشاعه يعني كان ممكن يعني تدمر المسائل، لولا انه برضو من يعني ربنا الحمد لله هو اللي بيخلي الواحد يعني ينور له طريقه. يعني انا عشت زوجه تانية لمده 48 ساعه، يعني انا عشت الاحساس ده، لانه جالي في مره تليفون ان هو متجوز ومقيم مع مراته في العنوان كذا، يعني عنوان تفصيلا شارع كذا عمارة كذا دور الفلاني كذا. فوقتها هو كان مشغول جدا بشكل يعني ما ينفعش ان انا افتحه في حاجة كده، لانه ما ينفعش هو مشغول جدا. فعشت 48 ساعة فعلا على انه هو متجوز.
فلكن كان لازم اصبر ولازم امسك نفسي لغايه ما هو الاقي عنده بس وقت يسمح ان انا اتكلم معاه. وفي الحقيقه ربنا هداني ان انا كمان مش يعني انا يمكن دهاء الانثى برضو خلاني ما رضيتش اقولها له بشكل مباشر. فبعد ما بعد يومين كده كان يوم رايق يعني شويه الشغل اهدى, فقلت له على فكره صاحبتي عندي صاحبتي في اسكندريه عايشه مقيمه في اسكندريه بهجات عايزه تاخد شقه في مصر وراحت اتفرجت صار يا احمد في مصر الجديده في شارع كذا في العماره كذا كذا نمره كذا بس ما يعني الشقه ما عجبتهاش. فلقيته سرح كده وفكر قال لي ايه ده ايه ده العنوان ده, طب انا ما انا عارف الشقه اللي فيه ده يا بنتي ما انا بقالي شهر بصور في العنوان ده. لا طبعا شقه حلوه جدا وواسعه وجميله فعلى طول لقيت الرد بيبين سبب الاشاعه او سبب اللي اتقال عليه ده ان هو بقاله شهر كل يوم بيروح العنوان ده والشقه دي علشان التصوير فطلعت عليه الاشاعه دي. فحمدت ربنا ان انا ما قلتهالوش, هو يمكن لغايه النهارده اول مره يسمع مني ان انا كنت بجرجره في الكلام علشان اقدر اوصل للحقيقه من غير ما يحصل قلق, لان انا كنت قلت له انا سمعت كذا كان هيزعل يعني لازم تكوني واثقه فيا ولازم احنا مش يعني عشره طويله وكده ولازم يعني لازم ما تصدقيش الاشاعات. فانا الحمد لله انا قدرت اوصل للحقيقه من غير ما اعمل قلق. هو لا 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 دي حكايه ده فيلم هندي ومش فيلم هندي غير انه فيلم هندي ده درس ده هي عملت درس لكل زوجة ممكن يحصل تعرض للموقف. لا اصل هو احنا بالتحديد الفنان كل حاجة محسوبة عليه. عربيته معروفة يعني لما هتركن يعني قدام لولا انه كل حاجة معروفة وعربيته معروفة بتركن قدام البيت ده شهر شهر كامل ويطلع نفس الشقة. احنا كنا بنعمل مسلسل اسمه العيلة للأستاذ اسماعيل عبد الحافظ وكان من تأليف الأستاذ وحيد حامد وكان في خارجي العمارة اللي هي فيها العائلات كلها يعني الشارع ده في خارج كتير جدا دخول وخروج وخناقات على الباب ومش عارف ايه وايه ففي شهر كامل تصوير في الشارع فهم واخدين لنا شقة في بيت جنب البيت اللي بنصور فيه اللي بنغير فيها هدومنا اللي بنعمل فيها الميك اب اللي ده يعني. فأنا يوميا بروح في أوقات مختلفة حسب ميعاد التصوير واركن عربيتي قدام البيت ده واطلع الشقة دي فمسألة لما تقعد شهر كامل يبقى الراجل ده اتجوز بقى وحاجات كده فهي المسألة صعبة الناس بتتصور ان الفنان يقدر يلعب يعني كده بديله ما يقدرش لانه ده كل حاجة عربيته معروفة شكله معروف